طيب يعني كله انا فيه. انا انا عايز اخد حضرتك لنقطه بقى وهو المهم بقى في النهائيات، وهو جزئيه التحكيم. هو حكم بروندي والاول مره يحكم نهائي افريقي، يعني المعلومات عن الحكم ده كابتن علي وحضرتك طبعا وانت برضو عملت التحضير لهذا المباراه. شوف هو برضو خلي بالك يعني ما كنا بنتكلم على التحكيم كان دايما نقول رضوان جيد هو المرشح للتحكيم المباراه النهائيه، لكن زي ما انت عارف طبعا وفقا لنظام البطوله ما ينفعش يحكم لدوله من شمال افريقيا، ف في بعض الحكام برضو اللي هو التيم ابا ملاك الاثيوبي خد حظوظ اكتر في بطولات تانية وحكم برضو اكتر، فاختيار اكيد الحكم البروندي اكيد اكيد حكم مميز ومن الحكام المميزين جدا، وده مباراه نهائيه يعني العين عليه يعني لو اقول لك ذهاب وعوده زي ما قلت لك ذهاب وعوده ليها حسابات خاصه، لكن دي مباراه نهائيه فالكل بيتفرج عليه وكل بيتابعه واكيد عايز يحكم في كاس عالم القادمه ان شاء الله 2022 حكام النخبه، فبالتالي بشوف ان الحكم يعني اختيار حكم ده اكيد لكفاءته يعني مش اختيار عشوائي كده يعني. طيب هكلم بقى على حضرتك في اليوم ده بقى، يعني عملية التحضير بقى هتكون لماتش زي ده ازاي؟ شوف المباراه دي المباراه النهائيه دايما مش محتاجه تحضير كتير قوي، المباراه النهائيه بتبقى محتاجه انك تكون مركز قوي في المباراه، مركز في احداثها، لان الجماهير مش هتتقبل منك اي حاجه خارج المباراه، جمهور عايز المباراه فقط يعني، فهي استعدادي للمباراه هو استعداد نفسي واستعداد ذهني، استعداد طبعا يعني بتبقى ريلاكس، انا يعني بعمل زي ما كنا بنلعب يعني، بيبقى بفصل نفسي خالص تماما، بقعد قبل المباراه بساعتين تكملت التعليم ما اتكلمش مع حد نهائيا، في بعض الامور كده عندي على فكره مش في اي مباراه بصفه عامه يعني، عشان الواحد لما يوصل للتعليق يكون في قمه تركيزه ويكون ان شاء الله موفق برضه يعني، لا معلق على فكره زي اللاعب طبعا طبعا كانت اي واحد بيعمل شغل لازم برضه بيبقى بالزبط نفس بالظبط، لكن يعني الحمد لله يعني الحمد لله يعني زي ما قلت لك تابعتهم بشكل كبير الفتره الاخيره ومجهز فرقه كايزر تشيفز من اسبوع وخلص. جميل قوي. لان انا في اجازه يعني بالصدفه انا في اجازه الفتره دي. انت موجود هنا في القاهره يا كابتن؟ انا في القاهره بس منورنا. ان شاء الله مسافر باذن الله يخليك يا كابتن مسيح ان شاء الله مسافر يوم الجمعه ان شاء الله انا والصخره مسافرين ان شاء الله يوم الجمعه، احنا برضه في اجازه انا والكابتن وائل وان شاء الله يكون مباراه حلوه. كابتن وائل عمال يلعب تنس من ساعه ما جه ويعني تعبنا في النادي. كابتن وائل متالق في التنس وبيلعب بادل كمان جامد كابتن وائل على فكره. كابتن وائل صخره مصر في الدفاع. الشخصيات الجميله اللي الواحد بيعتز بيها على المستوى الشخصي، هو طبعا نجم كوره كبيره ما نقدرش نتكلم عليه طبعا، لكن على المستوى الشخصي كابتن وائل من الناس اللي احنا جيران كمان على فكره، احنا جيران في الدوحه يعني. اوكي جميل جميل. مقيمين في نفس الكومباوند. لا هو وائل كمان يعني شخصيه طيبه جدا جدا جدا. انا